ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى اوريكم الفندق بتاعنا اللي احنا نزلنا فيه السنه دي عامل ازاي. زي ما عودتكم كل سنه ان انا لازم اصور لكم الفيو بتاعي واوريكم الدنيا عندي بتبقى عامله ازاي. يعني تعالوا بقى، اول حاجه كده ما بتخرج من البلكونه بقى قدام البحر، وقدامي كمان الجزء ده كده بيبقى فيه الشو بالليل بقى الحفلات. يعني بصي كده قدام البحر وقدام الشو، لو انا مش قادره انزل بتفرج من البلكونه. وتعالوا بقى اوريكم الجنب التاني فيه ايه، فيه عظم. بصوا كده، ده مطعم من ضمن المطاعم الموجودة عندي، حوالي 4 أو 5 مطاعم. هنا بقى البسين، البسين هما 7 غير الاكوا بارك. تمام، انا كده عندي 2 قدامي برضو كده شايفاهم من البلكونة. بصراحة الغرفة دي جميلة قوي، يعني شاملة مخلياني شايفة كل حاجة، قدامي البحر وقدامي البسين وقدامي المكان اللي بتعمل فيه الشو. فبصراحة هي غرفة مميزة قوي. هنا بقى في الوقت ده بيكونوا مشغلين ميوزك، بس انا طبعا كاتماها علشان مش هينفع وكده. تعالوا بقى كده خدكوا جولة في الغرفة دي، الغرفة بتاعتي يكون فيها سرير واتنين كومود وتسريحة بقى وجزامة والشاشة والتكييف طبعا والكتل، في تلاجة صغيرة زي اي فندق يعني. لكن بصراحة هو الفندق جميل جدا ومنظم، واحلى حاجه فيه كمان البوفيه بتاعه متنوع جدا، يعني اللي بتتغديه غير اللي بتتعشيه، وكل يوم في حاجه مختلفه. هنا بقى الدريسنج، طبعا انا الدريسنج عندي كبير لان انا واخده غرفه دبل، غرفه كبيره يعني. انا اوريكم الغرفه بتاعتي بس، الغرفه الثانيه بتاعه البنات ما عرفتش اوريها لكم لان هم موجودين فيها. يعني ده التويليت بس حبايبي، هو ده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، وهعمل لكم الفتره الجايه فيديوهات كتير جدا جدا. باي.